خويا سمعت ام قران الريش، كان عارفهم بجوج. بعد الريش خدمت معاه درويش، قال لك وقيلا راه مات تا هو. ام قران عا كنشوفو عمري خدمت معاه، الله يرحمه مصاب خويا. داك المشكل في بقنا راه هو اللي ضربنا عليه صاحبي داك النهار ليرجونس، فاش قلت لكم راه قالوا لي هبط فيريفي لي قوي. راه عندهم اخويا ديك التخربيقه تما ومخليين تيدوزو ترام ترام، مبغاوش يصلحو داكشي. راه عندهم ديك سواسون ديك المية مية ديما ديما طافية، داك لي قوي كيمشيو فيه بمية ديما طافية صح، ديما طافية، والكاري تيبقى شاعل لك في وجهك، وملي كي ولي قوي كيبقى مزعزعة صح. ما فهمتش انا مال هاد الناس. شوف احنا نهار دزنا فيه من نهار الجمعة ما قدوش يصلحو المشكل من الجمعة حماق. انا هضرت مع الدراري اللي راهم تما، قال لي كاين شي لي كوي دايرين فيها رالونتيسمون 60، وداك 60 محيد. قال لي هما فاتوا فيها الصباح في تران دو لين، فاتوا بلا فيتاس 120. قال لي العباد تما التران، قال لي لي فواياجور كاع بقاو يحيحوا على بريجات. قال لي صافي جون موراه التينير، التينير راك عارف خفيف، هادي ما دايرينش داك 60 تما، واقيلا التينير عاطينه 160 ولا 120 حتى هو في داك لي كوي جابها.